ويبقى معنا مراسلنا في الخليل رائد الشريف رائد أهلا بك كيف تجري عمليات التلقيح ونسب الإقبال عليها وأهم المشمولين بهذه الدفعة يعني هو بالنسبة لموضوع النسب أصلا الأعداد قليلة جدا ستين ألف جرعة وصلت فقط إلى فلسطين إلى المستشفيات وهم قالوا من تفوق أعمارهم الخامسة والسبعين عاما الكوادر الطبية وكذلك من هم في المستشفيات يعني من يتعاملون مع المرضى بالإضافة أيضا إلى مرضى السرطان والكلى ولو تحدثنا عن ستين ألف هذا يعني بأنه ثلاثين ألف مواطن فلسطيني فقط خاصة وأنه هذا اللقاح على يعني مرتين ونحن نتحدث عن جرعتين دعني اتحدث يعني ربما ما اشرت اليه في التقرير وهو موضوع مطالبه المواطنين الفلسطينيين للحكومه الفلسطينيه بضروره الاسراع باحضار اللقاح لكافه مم. شرائح المجتمع وهذا ل يعني التخلص من فيروس كورونا حقيقه هذا الموضوع مزعج جدا بالنسبه للمواطنين الفلسطينيين هناك من من طرح قصه اثاره مثلا ازمه مع الاحتلال الاسرائيلي نحن شعب تحت الاحتلال لماذا لا يقوم الاحتلال الاسرائيلي بتقديم اللقاح للمواطنين الفلسطينيين هم قالوا يعني من خلال الاداره المدنيه التابعه لجيش الاحتلال الاسرائيلي بانه يعني نجحنا بتطعيم 100 الف عامل فلسطيني من خلال الحواجز العالمية. العسكرية الإسرائيلية ولكن قبل قليل أيضا سمعت رئيس الوزراء الفلسطيني قال بأن طواقم الصحة يعني قامت بتطعيم مئة ألف عامل وأكثر أو تقريبا مئة من العمال الذين دخلوا إلى الحواجز العسكرية الإسرائيلية وهذا كذلك أثار بلبلة في الشارع من الذي قام بتقديم اللقاح على أي حال هذه النقطة يجري بحثها يعني حتى هذه اللحظة هل هناك مثلا تعاون ما بين وزاره الصحه ما بين الحكومه هل هناك يعني تم الحديث فيما بينهم حول تطعيم العمال الفلسطينيين الذين يعني دخلوا الى فلسطين الداخل عام 48 او حتى الى مدينه القدس المحتله وبالتالي يعني ضغوطات كبيره اليوم سالت المتحدث باسم الصحه في في الخليل في الجنوب قال نسعى والحكومة هي من توفر نسعى لتوفير اللقاح لتطعيم الفلسطينيين وبالتالي يعني ربما خلال الأيام القادمة الأشهر القادمة عند الاحتلال الإسرائيلي يعني ينتهي هذا الموضوع وأصبح الاعتماد على اللقاح بشكل يعني كبير جدا ستين ألف جرعة وصلت إلى فلسطين وأنت تتحدث تقريبا يعني في الضفة الغربية عن عن ثلاثة مليون ونصف وأربعة ملايين يعني م. والأعداد كبيرة جدا من الذي سيوفر اللقاح هذه مهمة الحكومة الفلسطينية وبالتالي على الحكومة الفلسطينية أن تقوم بتوفير اللقاح من خلال يعني إما علاقاتها مع الدول بريطانيا روسيا أمريكا واللقاح الذي وصل هو فايزر الأمريكي وبالتالي أيضا أسترازينيكا البريطاني تقريبا 24 ألف جرعة من ضمن الستين وبالتالي الأمور معقدة حقيقة بالنسبه لموضوع الاقبال يعني انت تتحدث عن موضوع 75 فما فوق يعني من الذي سيتوجه لاخذ التطعيم على راد الشريف مراسلنا من الخليل شكرا جزيلا لك